عشان بعدين راح يكون في صوت. اوكي. كياي. كياي. برافو برافو شاطرين ما شاء الله عليكم، تفضلوا اجلسوا. يعني ما شاء الله رياضة الكاراتيه استهوت الكثير من بناتنا واللي ممكن انه يبدوا يدربوا عليها من عمر صغير جدا، يكون من 6 سنوات وحتى سن 14 سنة. وشفنا مؤخرا تحقيق 12 فتاة سعودية بطولة المملكة للكاراتيه للبنات. اليوم حنسلط الضوء على توجه وتميز الفتيات السعوديات لهذه الرياضة. يسعدنا أن ينضم لنا في الاستوديو المدرب ماجد الخليفة وبطلات الكاراتيه سارة الخويطر وديما العيد. هلا وسهلا بكم. يا هلا وسهلا، الله يسعدك. منورينا اليوم وشكرا على هذا العرض الجميل. يعني بطلات الكاراتيه ورتونا عرض جدا حلو، حنتكلم في موضوع الكاراتيه بشكل مفصل، ولكن خليني ابدا معك ماجد، لو تعرفنا اكثر عن اهم الانجازات اللي حققتها المملكه في مجال لعبه الكاراتيه خصوصا للبنات. بالنسبه للانجازات البنات الان توهم بادين، تونا فاتحين الطريق الحمد لله. مستويات على مستوى الخارج لسه ما في انجازات، تونا ناشئين. الحمد لله ديما وساره حققوا المركز الاول على المملكه. ما شاء الله. بالنسبه للاولاد لا ما شاء الله مسيطرين على مستوى العالم الحمد لله. ديما صح، انت ديما كيف حالك؟ ما شاء الله عليك، انت فزتي بالمركز الاول؟ ايه انا فزت في دمام من اول بطوله. ما شاء الله. وساره؟ نفس الشيء. في الدمام برضو؟ ايه. في المركز الاول؟ ما شاء الله عليك. يعطيكم العافية بنات. طيب أستاذ مرد، حكينا كيف تصنع الأبطال؟ قد إيش تتدرب معاهم؟ كم الفترة اللي تقعد معاهم؟ هو شوف صناعة الأبطال متعبة وممتعة في نفس الوقت. يعني خاصة أنهم أطفال اسم الله على قلوبهم، أحس صعب التعامل مع الطفل. والله شوي التعامل صعب، لكن أولياء الأمور للأمانة يساعدون كثير من ناحية تحفيز الأطفال. يعني سارة وديما ما شاء الله هذولا موهوبين، احنا في الكاراتيه عندنا الموهوب والمتدرب. صح. هذولا ما شاء الله موهوبين، الموهوب يختصر الوقت علي انا كمدرب من ناحيه اني اصنع البطل، يعني المتدرب ياخذ كمثال يعني وقتي 6 أشهر مثلا عشان اقدر ادخله واجهزه للبطوله، لكن الموهوب لا ممكن في 3 أشهر. يعني ما شاء الله ساره وديما ترى 3 أو 4 أشهر وخذوا الاول على مستوى المملكه. ما شاء الله تبارك الله. ديما يعني انت اصلا عندك هذا الشغف، انت تحبي هذا رياضه الكاراتيه من اول؟ اي لا ما انا كنت صغيره كنت ابغى اتدرب كاراتيه. كنت تشوفي فين كنت تشوفي الكاراتيه وقلتي انا يا ماما ابغى كاراتيه ابغى اسوي زي كذا؟ كنت لما انا كنت انا اروح النادي، وبعدين كنت دائما افكر انا ابغى اتدرب كاراتيه، ابغى اتدرب كاراتيه، ودائما انا اقول ماما عادي اتدرب كاراتيه، عادي تعطيني فرصة أتدرب كاراتيه. أيوه. وماما شجعتك؟ اي ماما شجعتني. كم كان عمرك لما بدأتي تسوي الكاراتيه؟ أنا كان عمري 7، ولما ماما وبابا أعطوني فرصة أبدأ كاراتيه أنا على طول بدأت التدريب. ما شاء الله ما شاء الله. من 7 سنوات؟ من 7. طيب سارة ليش حبيت الكاراتيه؟ حبيت الكاراتيه لأنها يعطيني ثقة، ولأنها يعطيني قوة في الجسم. تحسين كأنك أنت قوية جسديا؟ قوة في الجسم. ما شاء الله عليك.